أيها الإخوة في دنيا العروبة والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتحدث إليكم من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق، ننقل منه هذا الأسبوع وقائع صلاة الجمعة. ويطيب لنا أن نتوجه في هذا اليوم إلى أبناء الأمة الإسلامية مباركين ومهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، الشهر الذي خفقت اليوم راياته، والذي يستقبله المؤمنون بالبشر والسعادة والسرور، لأنه الشهر الذي يعلي الإرادة على الشهوة، ويسمو بالروح على المادة، ويشيع بين أفراد الأمة روح الرحمة والمحبة. فأهلا بك يا رمضان، شهر طاعة وعبادة، تطل علينا فرحة بين أفراح الوحدة، لتكون رمز شكرنا لله على ما أفاءه علينا من نعمة الوحدة والتحرر. ونسأل المولى العلي القدير من هذا الرحاب الطاهر أن يعيد هذا الشهر المبارك على أمتنا، وقد توحدت كلمتها على الحق، وتحررت أوطانها من نير الاستغلال والاستعمار، واجتمع شملها على الوحدة الكبرى بإذن الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. أيها الإخوة، في الأسبوع الماضي ومن مسجد الزمالك بالقاهرة طلع علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من آية ذكر الحكيم، واليوم من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق يتلو علينا مقرئ الجمهورية العربية المتحدة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن ومعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ارتضى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما Thank you.
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين لكم فيها فواكه كثيرة
ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا صخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ولا تحاسبن
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
يخاف أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا الفاتحة. وهكذا أيها الأخوة تلا علينا مقرئ مسجد الزمالك بالقاهرة ما تيسر من آيات الله البينات من مسجد لالا مصطفى باشا بدمشق. المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرفع الأذان الأول. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله you
حي على الفلاح. حي على ويقف المصلون الآن لأداء صلاة السنة.